إلى انزولا وفرصة وفرصة ما أجمل هذا الهدف، روعة 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 من لاعب روعة، جاكومو بونافنتورا، جاكومو بونافنتورا يتقدم، ها هو الهولندي يتقدم ويسجل ويسجل، بولونيا يتعادل من نقطة الجزاء، بولونيا يتعادل عند الدقيقة 33 بعد نيكولاس غونزاليس. شوف الرجل يضحك يضحك وغير متوتر، يا على الثقة يا على الثقة يا فيورنتينا يا عاورة.